السلام عليكم، تبارك الله عليكم الخوت. نهار كبير هذا، معكم القنوري عبد اللطيف من مدينة بركان. مشروع رائع جدا في مدينة بركان كما كتلاحظوا، ان شاء الله داروا الانطلاقة باش يكون واحد المشروع في مدينة بركان، واحد الحديقة عمومية رائعة جدا، حديقة بمواصفات عالمية داروها هنا بمدينة بركان. الان راهم كيحضروا لهذا المشروع هذا اللي غادي يكون فيه محلات لبيع الورود ومحلات ترفيهيه، غادي يكون على هذا الشكل هذا اللي رائع جدا لاول مره في مدينه بركان. احنا فرحانين جدا بهذا المشروع هذا. المشروع راه غادي في اطار الانجاز كما كتلاحظوا اصدقائي اعزائي.